السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي متابعي قناة مجلتي الاقتصادية. مرحبا بكم في قصة نجاح جديدة. اليوم سوف نتكلم عن تشانجينغ تشاو وما هي قصة تأسيسه لمنصة الباينانس وتحوله إلى ملياردير في أشهر قليلة. تشانجينغ تشاو المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة الباينانس، والتي تعد واحدة من أشهر وأكبر الأسماء في عالم العملات الرقمية. لقد وصل ومنصته على رأس الساحة في الآونة الأخيرة، ولكن حدث ذلك في فترة قصيرة من الزمن، والذي كان له تأثير كبير عليه شخصيا وعلى المنصة. تشانجينغ تشاو هو رجل أعمال صيني كندي، وهو خريج علوم الكمبيوتر، وقد شارك لأول مرة في عالم العملات الرقمية وعالم الكريبتو عام 2013، حيث كان يعمل في محفظة العملات الرقمية بلوكشين جينفو، بالإضافة إلى عمله كمدير تقني CTO لمشروع أوكي كوين. في نهاية المطاف قرر تشانجينغ تشاو إطلاق منصة تداول للعملات الرقمية خاصة به، وقد انتبه إلى التحذيرات التي وصلت من مجتمع العملات الرقمية الذين قابلهم وتعرف عليهم خلال مسيرته، مثل مؤسس بيتكوين كاش روجر فير، وعرف أنه من الأفضل تجنب التواصل مع المؤسسات المالية التقليدية، وذلك عبر توفير خيار شراء العملات الرقمية مقابل العملات النقدية، والتركيز على تداول العملات الرقمية مقابل العملات الرقمية فقط، وهذا يعني عددا أقل من المخاطر والمضاعفات التنظيمية. وبذلك تم إطلاق منصة الباينانس كمنصة تداول خالية من الأموال النقدية ومخصصة لأزواج العملات الرقمية المشفرة فقط، في ارتفاع البيتكوين والعملات الرقمية التاريخية في نهاية عام 2017 بدأت العملات الرقمية تكتسب جدية، وبدأت انطلاقة منصة باينانس الحقيقية. سيطرت منصة الباينانس في البداية على المتداولين في الصين، وسرعان ما دخلوا في أسواق جديدة مثل الولايات المتحدة واليابان وأسواق رئيسية أخرى. من خلال نجاح منصة باينانس في نموها، قد كسب تشانجينغ تشاو لقب أحد الثلاث رجال أعمال الأغنى في مجال العملات الرقمية من قبل مجلة فوربس في فبراير عام 2018 بثروة صافية تقدر بأكثر من 1.1 مليار دولار. في نهاية المطاف أصبحت منصة الباينانس أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من خلال حجم التداول، وفي أبريل 2018 أي بعد 9 أشهر فقط من إطلاقه بلغ متوسط حجم التداول اليومي أكثر من مليار دولار. ما هو سر نجاح تشانجينغ تشاو ومنصة الباينانس؟ كما ذكرنا فإن توقيت إطلاقه كان مثاليا، حيث انطلق بمنصة مخصصة لتداول البيتكوين والعملات الرقمية البديلة التي كانت تجذب الكثير من الاهتمام السائد، والعديد من الأشخاص الذين لم يتداولوا من قبل كانوا يبحثون عن مكان ما على الإنترنت للبدء. كما حازت المنصة على عدد من المزايا الفريدة التي مكنتها من الاستفادة من هذا الطلب المرتفع على العملات الرقمية، وحصلت على مكانتها كأكبر منصة لتداول العملات الرقمية. السرعة هي واحدة من أهم العوامل التي ساعدت في نجاح المنصة، وتعد منصة الباينانس جديرة بالذكر، فهي قادرة على معالجة أكثر من مليون معاملة في الثانية، في حين تزال تقدم واجهة بسيطة للاستخدام. علاوة على ذلك، كان لدى المنصة دائما عدد هائل من أزواج التداول المتاحة، حيث تنمو بإطراد، وقد وصلت إلى أكثر من 250 زوج تداول آنذاك. وقامت بإطلاق مفهوم جديد، وهو مسابقة عملة المجتمع الرائدة باينانس، والذي ساعد على انتشار اسمها في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر منح المستخدمين فرصة التصويت على العملات التي سيتم إدراجه تاليا في المنصة. كما أن إنشاء رمز مميز للتداول وهو ابتكار آخر دفع لزيادة نجاح منصة الباينانس. إذا اختار المستخدمون ذلك، فيمكنهم تحويل مقدار صغير من الخردة الخاصة بالعملات الرقمية الذي تركوها بعد إجراء عملية التداول إلى عملة الباينانس الرقمية، ويتم تحفيز ذلك بذكاء من خلال عرض تخفيض بنسبة 25% على رسوم المعاملات
إذا تمت دفعها بعملة المنصة الرسمية عملة البي إن بي، حتى نجحت العملة وأصبحت أحد أكبر العملات الرقمية من ناحية الحجم السوقي. قد لا يكون تشاو يحظى بالشعبية من قبل الجميع في مجتمع العملات الرقمية. العديد من الشخصيات مثل أحد مؤسسي الإيثيريوم فيتاليك بوترين الذي يعارض بشكل أساسي المركزية التي يعتقدون أنها تتعارض مع كل شيء تم إنشاؤه من قبل. وهناك آخرون يشككون بالمثل فيما يبدو أنها الطريقة الديمقراطية التي اختاروا بها منصة باينانس العملات الرقمية التي سيتم إضافتها للمنصة. هناك اقتراحات حول أن الشركات يمكن أن تشتري طريقها إلى المنصة بغض النظر عن جودة مشروعها، كما تزعم أن منصة التداول تطلب رسوم إدراج باهظة كطريقة أخرى تمكن تشانجينغ تشاو من زيادة ثروته. إن مستوى التأثير الذي تتمتع به منصة باينانس الآن على سوق العملات الرقمية هو أمر يثير قلق العديد من الناس، كما أن الشكوك تتزايد أيضا حول مشاركة المنصة أو على الأقل تسامحها في التلاعب بالأسعار. أيضا مع قيام شركتي بأخذ جزء صغير من كل عملية تداول يتم تنفيذها سواء كانت جيدة أم سيئة، فإنه ليس من الصعب رؤية التضارب في المصالح في بعض الإعلانات التي يشاركها تشانجينغ تشاو مع متابعي على تويتر. قد تتفق أو تختلف، ولكن بالتأكيد لن تنسى منصة باينانس في أي وقت قريب، وسيكون هناك حاجة لثورة ملحمية أخرى في أسعار العملات المشفرة لكي يكرر أي شخص النجاح الذي حققه تشانجينغ تشاو في عالم الكريبتو. كانت هذه قصة نجاح لتشانجينغ تشاو. نتمنى أن تنال إعجابكم، ولا تبخلوا علينا بالانخراط وتفعيل زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.